ازيكم عاملين ايه؟ عارفين انا بصور دلوقتي تقريبا الساعة 7:30 او 8. هعمل حاجة حلوة قوي عزها واوانها ما تتعملش الا الصبح. يا نرمين يا مجنونة، ايه اللي بيتعمل الصبح؟ هتعرفوا دلوقتي. في بداية الفيديو بفكركم باللايك والشير والسبسكرايب، اذا انتوا جداد على قناة بيت العيلة واكلات نرمين ما تنسوش تعملوا اشتراك على القناة علشان كل ما اعمل وصفة جديدة توصل لحضراتكم. وصفتنا النهاردة نقدر نستخدمها في كذا حاجة، عملتها طبعا بناء على طلبات متابعيني الجمال، متابعين قناه بيت العيله واكلات نرمين، فحبيت طبعا اطلع لهم بديل لكل حاجه. انتوا عارفين دايما اقول لكم مع نرمين وداعا للحيره في الاكل، وداعا لغلاء الاسعار، وداعا. النهارده اخترت لكم بديل لحاجه حلوه قوي هتعجبكم. تعالوا يلا نشوف. صباحكم زي الفل، صباح كله بركه وامل وتفاؤل وخير ورضا من عند ربنا، وربنا يسعد قلوبكم كلكم يا رب. معايا كيلو دقيق، وهنزل عليه بذرة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، 4 معالق كبار سكر بودرة. يا نرمين هتعملي ايه؟ هعمل فطير مشلتت بطريقة جديدة، وهعمل منه حاجة كمان. تعالوا نشوف. معانا نص كيلو لبن، حطيت عليه بما يعادل كوباية مية دافية، لان احنا عارفين الجو برد الايام دي سيكة كده، فلازم العجين بتاعنا يبقى بمية دافية فترة كده زي ده ملايين. هبتدي طبعا مش هننزل بالمية بتاعتنا كلها، ننزل شوية 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 شوية. ده كيلو من الدقيق، طبعا حضرتك حابة تزودي ما فيش مشكلة. هنعمل فطير مشلتت بطريقة سهلة قوي قوي قوي، وكمان هنعمل منه وصفة تانية تعجبكم قوي، بناء طبعا على بعض طلبات اخواتي الجمال اللي هنا معايا على القناة. قالوا يا نرمين في وصفة انا بعملها، هقول لكم ايه هي. بتعملي ام علي بالمنفيه، واحنا مش بنلاقي المنفيه ده او مش بنعرف بيتجاب منين. بصوا العجينه بتاعتي عتد، بصوا اهبد واعجن فيها لحد وبقت بالمنظر ده. هريحها يا دوبك بس 10 دقايق بس على ما اسيح حته الزبده بتاعتي. انا بحب اعمل الفطير المشلتت بزبده، ولو عندك سمنه بلدي حطي معلقتين ثلاثه، انا ما عنديش فعملت بزبده بس، وحطيت ربع فنجان من الزيت. طبعا ريحت العجينه زي ما بقول لكم 10 دقايق بس. هجيب اي حاجه دهنها دهنه زيت خفيفه كده، وهبتدي اكور العجينه بتاعتي كور صغنونه. طريقه الفطير ده سهله قوي قوي، اي حد مبتدئ يقدر يحضرها بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. طبعا عملت في الاول كوره كبيره، هو كيلو دي هيعمل لي فطيرتين، هعمل كورتين كبار اللي حضرتك هتشوفهم دلوقتي، وبعد كده هعمل كور صغنونه صغنونه قد الليمونه، مش هقول لك ولا اكبر من الليمونه، قد الليمونه كور صغنونه. عملوا لي 46 كوره، هقسمهم طبعا على 2 بحيث كل فطيره تبقى 23 كوره. هبتدي افردها زي ما حضراتكم شايفين كده. هجيب صينيه الاول، اي صينيه تكون بتدخل الفرن، وادهنها زبده وزيت من الخليط اللي انا عاملاه كويس قوي، وابتدي افرد ال 43 كوره بتوعي بالمنظر ده كده. افردي على قد ما تقدري. طب ده بيتقطع منك يعني، ولا تاخدي في بالك ولا تحطي في دماغك، في الاخر ولا هيبان اي حاجه خالص. افردي اللي يتقطع يتقطع، مش مشكلة يعني. بصي مش تقولي لا ما ده اتقطعت وباظت ولا بيبان اي حاجة خالص. دي طبعا دي اخر كورة بتهيألي، لا لسه. هبتدي افرد كده ال 43 كورة بتوعي زي ما حضراتكم شايفين كده، ويتخللهم طبعا الكورة الكبيرة. طبعا بحط شوية زيت على حتة العجينة، لان ما عليهاش اي مادة دهنية، اسفة زيت وزبدة من اللي احنا سيحناهم على البوتاجاز، وابتدي افردهم كده بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طبعا دي كانت الكرة الكبيرة، فردتها كويس قوي، ببتدي اغطي بيها العجين بتاعي كله اللي انا فردته وحطاه في الصينية. بصوا بقى الحتة دي باخد وادخل لتحت كده بحيث اقفل كله على بعض عشان ما يتفتحوش ويبوظوا مني. لتحت كده هتاخدي من فوق على تحت اهو. اهم خطوة بقى، سيبك اللي فات ده كله كوم، والخطوة اللي جاية دي فوق المهمة، هي دي سر نجاح الفطيرة المشلتت. هغطيه طبعا بأي حاجة واسيبه يرتاح نص ساعة، مش اقل من نص ساعة. اديته دهنة زبدة خفيفة كده، وبأي حاجة نضيفة هغطيه. انا غطيته بكيس بلاستيك، هسيبه نص ساعة، مش قبل نص ساعة هفرده كده. طبعا بعد النص ساعة ما عدت بمسكه وافرده. بصي العجينة ماشية معايا زي الملبن، بصوا بتتفرد بكل سهولة. ليه؟ عشان انا ريحتها نص ساعة. اوعي قبل النص ساعة تفرديه. طب يا نرمين ساعة؟ حلو، حلو قوي كمان، كل ما قعد كل ما ارتاح وبقى تحفة. طبعا افردي بقى الفطيرة حجمها بقى طبعا زي ما انت حابة، حباها رقيقة تفردي، حباها تخينة تقللي، يعني ده في ايدك انت.
انا صينيتين بتوعي صينيتين كبار فاخدوا طبعا فطيرتين، ممكن الصواني بتاعتك تكون صغيره فتاخد اتنين تاخد تلاته تاخد اربعه، وده شكله طبعا بعد ما خرج من الفرن. عايز اقول لك الريحه خطيره، طعم تحفه، حلو قوي بجد قوي قوي. دي طبعا الفطيره التانية، بصوا قعدت اكتر من نص ساعه بتتفرد احلى كمان من الاولانيه، بصوا عماله تمشي معايا، ولو الصينيه كبيره وعماله افرد هتتفرد تاني معايا، بس طبعا عايزه سمكها حلو ولا تخينه ولا رفيعه. اهو بصوا زي ما بقولك دي اهم خطوه في نجاح الفطير المشلتت، انه يرتاح بعد ما بتخلصي شغل فيه. برضو هندخلها هي كمان الفرن، ما بيكملش في الفرن 10 دقايق، ربع ساعه بكتير وقوي. طبعا تاني بعد ما قلت لكم الاكله ما ينفعش تعمل الا الصبح بدري، اشمعنى يا نرمين؟ بحس كده بحنين كده للارياف ومش عارفه هو، بس هو انا بحب اعمل فطير مشلتت الصبح بدري بجد، ريحه الشقه خطيره. هل هنكتفي ان احنا عملنا فطير مشلتت القمر ده وبس؟ لا طبعا، تعالوا نشوف من الفطير المشلتت ده هنعمل ايه. عامله ازاي؟ دي تحفه. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنعمل وصفه ثانيه. بصوا الفطير قربي تبتدي كده، بصوا يا جماعه بصوا التوريقه بتاعته ايه يا نرمين. الوصفه الثانيه هتشوفوا دلوقتي، تعالوا بس قربوا كده، بصوا بصوا الفطير وجماله دايب. انا باخد حته عشان انا ما بقدرش اشوف الفطير واسكت. طبعا تحفه، دي كلمه قليله عليه. تعالوا شوفوا باقي وصفتنا. بصوا بقى باقي وصفتنا من الفطير المشلتت، طبعا اخدت نص فطيره، تقدري تاخدي الكميه اللي انت حباها، بس انا يعني مش حابه ابوظه كله. هنعمل منه ام علي طبعا. ليه؟ لان في كذا يعني اكتر من حد طلب مني يا نرمين، هو ما ينفعش ام علي تتعمل بحاجه غير المنفي، لان بندور كتير على المنفي مش بنلاقيه. اللي احسن بقى من المنفي كتير كتير هو الفطير المشلتت. تعملي فطير وتاخدي منه اللي انت عايزاه وتقطعيه كانك هتعملي ام علي. قطعنا طبعا كميه في اي صينيه بتخش الفرن، معانا لبن على البوتاجاز غليناه، هننزل عليه بالسكر حسب الرغبه، هننزل بالمكسرات بتاعتنا زبيب سوداني جوز الهند دان جمل فستق لوز، اي نوع مكسرات متوفر عندك. ما عندكيش مكسرات مش مشكله، مش هتقول لا. هننزل باللبن بتاعنا مع ظرف من الفانيليا في قلب اللبن، ونديهم تقليبه، ونظبط الملح، ولو عندك قشطه يبقى حلوه قوي قوي. انا طبعا للاسف ما كانش عندي. بعد طبعا ما نسقي باللبن، اهم حاجه وانت بتحطي لبن اوعي تقلبي اي حاجه، لان كل ما تقلبي هتشرب منك لبن فما تقلبيش. طبعا لو عندك قشطه قبل ما تحطي طبعا السكر البودر هتحطي معلقه قشطه حلوه كده على الوش. طبعا انا ما عنديش فرشيت رشه السكر البودر، والفرن بتاعي سخن قوي، طفيت الفرن وقت الشوايه وبدخل الصينيه تحت الشوايه يا دوبك 5 7 دقايق بيكون اخدت لونه بقت تحفه. طيب انا نفسي اكل ام علي وما عنديش وقت لاعمل فطير مشلتت ولا الكلام ده كله يا نرمين، تقدري تجيبي نص كيلو رقاق من عند الفطاطري، وتجيبي رقاقتين تقطعيهم في اي صينيه تكون بتدخل الفرن، وتحطي مكسراتك، وتكوني غاليه برده اللبن على البوتاجاز، وظرف فانيليا، وظبطي السكر، ولو عندك معلقه قشطه وشويه بودره على الوش، سكر اسفه سكر بودره على الوش، وتدخليها تحت الشوايه برده 10 دقايق او 7 دقايق، وتاخد لون وتبقى عسل وجميله. وما فيش اسهل من كده ام علي. يبقى احنا كده عملنا ام علي بثلاث طرق، مره بالمنفي، مره بالفطير المشلتت، ومره بالرقاق. عملنا من الفطير ام علي. طيب لو ما عندناش فطير نعمل ام علي، نقدر نعمل ام علي بالرقاق، بس نصيحه مني انا اعملي بالفطير المشلتت، طعمه تحفه رائع. يعني عايزه اقول لك مخلي ام علي يعني رائعه. قربوا بصوا 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 الجمال. طبعا خلوا فيها لبن كده علشان هتشربوا. بصوا يعني عايزه اقول لكم رائعه. النهارده طبعا الحد اجازه جوزي، اجازتنا من المدارس بس وليس من الدروس. طبعا ودينا بنتي الصبح بدري الدروس الدرس بتاعها، صحيت تقريبا من الساعه 5، فطبعا رحت وجيت دولا قال لي هخش اريح شويه، فصحيت جوجو قلت لها قومي يا جونيور صوريني عشان عايزين نعمل فطار حلو عشان بابي لما يصحى ولما نجيب اختك من الدرس نفطر فطار حلو. يعني طبعا عملت فطرتين مشلتتين، تقدري تعملي اكتر تقدري تعملي اقل براحتك. هناكل طبعا جنبه عسل ابيض، وممكن جبنه قريش، ممكن قشطه، ممكن زبده، ممكن اي حاجه متوفره عند حضراتكم. طبعا بما اننا عملنا فطير حبيت اعمل معاكم معالي، يعني تقدري تعملي حادق وحلو.
كلته بألف هنا وشفا طبعا. تقدروا تحلوا يدوبك شويه لبن تغليهم على البوتاجاز وتحطي فيهم السكر. نسيت احط ظرف فانيليا، تنسوش تحطوا فانيليا وحطي فيها ظرف فانيليا، قلبي الكلام ده كويس. حته فطيره صغنونه قطعيها تعملي احلى طبق ام علي، صدقوني تحفه. انا اكل معاكم الفطيره الاول بعدين اخش على ام علي. بصوا الفطير، بصوا بجد حلو جدا رائع. دي جبنه قريش، عجينة تسمم النهاردة مسكر مع حاجة. بصوا ربي جوجو، بصوا الجمال، بصوا لازم تجربوه. بصوا دي الرقاق اهي، الرقاق اصلا دي طريقه ام علي الاصليه برضو تحفه. بجد لازم تعملوا فطير مشلتت وتعملوا منه ام علي، حلوه قوي قوي قوي. يا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني النهارده ولو باي حاجه صغنونه قد كده. انا حابه اوريكم نبقى اقل حاجه نقدر نسعد نفسنا ونسعد اهلنا ونسعد اللي معانا في البيت. يعني كيلو دقيق انا اخدت تقريبا ربع كيلو زبده وشويه زيت وعملت فطيرتين، ومن الفطيرتين عملت ام علي. يعني انا مش مفيش اكتر من كده توفيق. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش تتابعوني على البيج بتاعتي بيت العيله واكلات نرمين على الفيسبوك والانستا بيت العيله، الانستجرام بيت العيله واكلات نرمين. وطبعا تحت امركم انا، بصوا خلاص تحت امركم في اي سؤال واي استفسار على الفيسبوك او على الانستجرام باسم بيت العيله واكلات نرمين. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا احلى متابعين واحلى بوسه، وصباحكم كله هنا.